جمعة 19 أكتوبر 2012. أكتوبر 2012 يعني عام على بداية هالتجربة اللي دخلنا فيها مع بعضنا لأول برنامج استقصائي، لأول برنامج انفستيغاسيون في تونس. المغامرة طبعا هذه ما كانت سهلة وما كانش القرار سهل، سواء مني أنا كمعد ومقدم للبرنامج ومن خلال أيضا طبعا كل أسرة العمل، إلى جانب صاحب المؤسسة اللي تبث البرنامج اللي هي قناة التونسية، اللي هو الزميل سامي الفهري اللي يقبع توا في السجون، واللي كل الزملاء وكل الإعلاميين وكل الحقوقيين يطالبوا بمحاكمة عادلة ويطالبوا أيضا بتحديد موعد الجلسة. اليوم ونحن نمر سنة كاملة على برنامج في الصميم، ما كانتش التجربة سهلة، ما كانتش التجربة يعني كلها مفروشة بالورود، كانت صعبة جدا، كانت مليئة بالأخطار، سواء من خلال التحقيقات كقضية دخول الأسلحة الغير شرعية إلى الأراضي التونسية، إلى جانب تطرقنا في برنامج في الصميم العديد من القضايا اللي ما كانتش تتطرق بالكل. انا وكل مجموعه اللي تعمل معايا من الاول عارفين انه هو برنامج مش سهل، انه مش راضي الناس الكل، كشف اللي الاشياء اللي مغطي عليها اللي ما يسمناش نتكلموا عليها او ما نجموش نوريوها، لا نحن مش نوريوها، مش نعملوا باش نواصلوا على الدفاع على الكلمه. واليوم كما تعرفوا قبل يومين كل الزملاء الاعلاميين في تونس، الصحافه المكتوبه والمرئيه والمسموعه، الناس كل دخلوا في اضراب، نحن ايضا سنلتزم بان نواصل العمل على انه الثوره هذه اللي جابت لنا حريه التعبير، الشعب هذا اللي جاب حرية التعبير، سنواصل سنلتزم نحن من خلال هالبرنامج هذا أنه نحن سنعمل بكل ما بإمكاننا أن نطالب بمزيد من الحرية. وطبعا سندنا الوحيد هو أنتم السادة المشاهدين. نخليكم مع بعض اللقطات من بعض حلقات برنامج في الصميم، ونقول لكم كونوا معنا والمرضية في الصميم. بلاش رتوش، بلاش مكياج، كيما هي نتكلموا مع العباد ونشوفوا الناس هذوما اللي قاعدين يعيشوا ظروف صعيبه في الليل. اقعدوا معنا هذا. ديار مسكرة في هنا في البلاد العربي، وديار مهجورة، وديار طاحت حجرة على حجرة، وعشرات الناس بل آلاف الناس ملوحين يسكنوا في كاين، يسكنوا في بلايس مختلفة، ملقاوش لا كيفاش يريقلوا ديارهم لا كيفاش يسكنوا. اليوم حلقة الصميم مش تتعلق بسكان لوكاين، كيفاش يعيشوا العلاقات بين بعضهم، شنية الحلول، شنية ظروفهم، والكل في الصميم. تونس هالمدينة المزيانة اللي رجعت عاصمة عام 1159 في عهد الحفصيين. تونس جمع زيتونة، تونس الأسواق، تونس التاريخ العريق، تونس وديارها العربي المزيانة، واللي اليوم نسبة كبيرة من هالديار مهدية بالطياح ولا ديجا طاحت، كثرة الوراثة وهجروها مالها، وما حب حد يصلح الديار، واللي بقى ما عندوش فلوس. من هنا تبدأ حكايتنا. فما ناس هجرت ديارها ومشات لأماكن أخرى، وفما ناس خرجت من ديارها واستقرت في اللوكايل، وفما اللي جاء من بلايس بعيدة من مختلف مناطق الجمهورية وما عندوش باش يكري، جاي يلوج على خدمة وما عندوش باش يشري دار، ما لقاش أسهل وأحسن من اللوكايل. لقانا الأول مع عمي الناصر، أول وكيل تونسي لشركة سياحية في تونس، هو مدير أوتيل العياشي في باب سويقة، واللي يعرف البلايس الكل. لو كي تغزر هكا وانت طالع الفوق
هاي العمارات طلعت و تعجبك تونس هكا ولا بدلت ولا كيفاش تراها انت؟ ما تعجبنيش. علاه؟ على خاطر ال نقولوا احنا السيستيم العمراني نتاع قبل كان احسن. تو في اوروبا ايطاليا ولا فرنسا ولا غيرها عندهم قصور وانت تعرف اكثر منه. اللي عندها 200 و300 سنه القصر حافظوا عليه. ما ثماش سماء مواد البناء كله مبني بالتراب وبالجير وبالواحد. وتشوف اليوم كان توا تبناه. خاطر فما صيانه. احنا هنا نطيحوا ونبنوا البنيه هكا تمس السقف. شبيبك هكا. خذينا الوكاله قريبه لباب السويقه، وكاله كبيره وقديمه. ومن اللي وصلنا ودخلنا خرجونا قالوا لنا ما تصوروش. قلنا مش لازم، هاي اللوجو على بلاصه اخرى. من غادي مشينا لصباط الزيري في باب الخضره، وغادي لقينا وكاله قديمه كانوا يعيشوا فيها الاسبان. وصلنا نهار السبت الصباح بكري وبدينا حكايتنا مع الوكالات. قد عندك تسكن هوني؟ 20 سنة. وعندك صغيرات هنا؟ قد عندك صغيرات؟ 3 صغار وراجلك. وصغيراتك كبار شوية؟ أي واحدة في الجامعة وأخرى تقرا في النوفيير. في النوفيير. والكل تسكن هنا؟ كل نسكن هنا. 15 وحاولتش تطلب من دار شعبية؟ وراجلك شنو يخدم؟ يخدم عامل يوم. عامل يوم. حاولتش تطلب دار؟ حاولتش تطلب؟ طيب. الملف نتاعنا في المغرب. ما جابوكش؟ لا لا، طول نجوم. و 25 سنة وأنت تعيش في الظروف هذيا في بيت فيها بيت واحدة؟ بيت كوجير. نجموا نشوفوها؟ بارك الله فيك. احنا في البيت هذه اللي تقريبا فيها 12 متر تقريبا هكا ولا يمكن 6 متر اوكي لا لا 4 على 2.5 صحيح كلكم تبيتوا في نفس البيت قلت لي عندك بنتك في الجامعه وبنتك في النافيه زوج بنات والله واحده تمشي لدارنا داربوك مره هنا مره غادي دارنا دارنا في حي زهو فهمت وراجلي ما عنده معناتها مره يبيت هنا مره ما يبيتش هنا كل مرة كيفاش وال قلت لي معناها ما نجمتوش في خير 25 سنة تاع ارض ما نجمتش تبني دار تلقى ارض والله هي خدمة محدودة معناتها وانت ما تخدمش بالكل؟ لا لا والله هي هذيك غلطتي الوحيدة اللي ما خدمتش ما خدمتش وتوا فما مشكل معناها حتى السقف اللي راه فيه عنده طاح السقف طاح في الشتي هذه اللي تعديت كاين معمول لما طاح تويك معناها اخر مطره طيحت ال وانتم راقدين ولا في النهار؟ ولا في النهار الحمد لله مشكم راقدين هبطت الكل مجاب ربي الاولاد مشكم وتوا في الخطر هذاك كيفاش نجم ترقد جاي شتاء وتوا احنا قادمين احنا في الشتاء تقريبا والله يعني نشكي وديما نمشي ديما نمشي ونجي وكل عندكش تاخذ في مساعده من الدوله 100 دينار ولا؟ ما عندناش الكرنيه لا بيه قالوا ما يعطوش ولا شنو علاش؟ انا ما نعرف جريت عليه الكرنيه الابيض جريت عليه ما حبوش يعطولي معنا الكرنيه الاصفر نحن قالوا لك عندك الكرنيه الاصفر ما تاخذش الاعانه معناها ما تاخذش في اي شكل من اشكال الاعانه خويتي يعاونوا فيه شويه من مدام قديش عندك تسكن في الوكاله هذه؟ برشا قد ايه تقريبا؟ راجلي ملي كان عازب لهنا درجة 25 سنة كاك 25 سنة؟ اه عندك صغيرات؟ عندي زوج وليدات
والكلكم تسكنوا في الكلنا لهنا البيت. وراجلك يا شيخ يخدم في المرام وتدفع كريه على البيت هذايا؟ والله كنا ندفعوا تلقى السنه عليه خاطر حاله. واش باش ندفعوا كتشوف للحاله كي هي نتاع شكون؟ تاع قطاع خاص، تاع واحد ملاك. فهمتك. كيفاش تنجموا تعيشوا اربعه في كيف نكا في بيتك بالظروف؟ كيف وين يباتوا الصغار مثلا؟ يباتوا عندي ولدي الكبير يبات في الفرشة ذاك، ولدي الصغير اللي يطير. والكبير قالش عمره؟ الكبير 11 سنة. هذاش انت مركل. وين طيب فطورك هنا طيب؟ ايه. والضو فما؟ الماء فما؟ فما ضو فما. وفما الماء فما ماء سخون مثلا؟ لا لا. وين تعملوا دوش ولا يوم ولا ولاد ذوي؟ لهنا في الكوجي. هنا برشا عائلات يعيشوا. ايه. 13 عيلة ولا؟ درجة 12 عيلة كاك. 12 عيلة فيها الصغير وفيها الكبير وفيها اللي يسكن وحده. ايه. هل تقع مشاكل في بلاصة كيتنكة صغيرة وبرشا صغار وظروف صعيبة، تقعش مشاكل دي؟ والله ساعات الصغار أما الكبار نتفاهموا في بعضنا، ما ناخذوش على الصغار، متفاهمين في بعضنا. فهمتك، يعني ما فماش برشا مشاكل. مش برشا برشا، لا فهمت. مش برشا. نقع على البير وهذا. صغير باش يجي يحفظ ما ينجمش يركز، خاطر دار وحدك تشوف ما ينجمش باش يقعد ويركز، هو من غادي وهو من غادي ما ينجمش يركز. اي شكاك وبر لمجد. قضية عندك من عام هنا؟ من عام 72 كنسك، ما نحسبوش 71 معه. 72 معناها 40 سنة؟ برسك، هكاك. نحن عام 2012 معناها؟ عندك 40 سنة، جيت عمرك 20؟ هذي كان دب متاع العطار، كنت نسكن فيها هذي. بيت اللي بحذي، فيها المرأة تولي. اللي صورنا فيها؟ هي نقلت الكريقوية علي، هربت هنا. هنا أرخص معناها؟ آه. هو متعرفي وقت، كريح. هاي لوكالة متعرف لا 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 البيوت الاثنين كاريهم، هذا كان محلول كاريهم يعني. وكاري كاري كاري من تحت كاريه معناها هو كاريه ديبو ديبو دو مارشانديز ولا فهمتك للعطار ايه؟ ووقت اللي خرج ونقل الديبو البقارة قال لي خذ هذيا وسي موا كي بي عام 72 قداش كنت تدفع؟ لا لا ما خلص، هو اللي خلص علي. وتوا قداش تدفع؟ توا جوسكا بريزون ما طلبوش، ما خذاوش علي، ما نعرفش تقريبا شافوا حالتي ما خذاش علي الملك. ما خذاش علي. فهمتك. داك 40 سنة وانت عايش في البيت هذي تقريبا. ايه؟ وما عرستش في 40 سنة هذي. الشيء جي باي لي لشانس، لشانس قد مون كوتي. علاش؟ لا غالب. كيستيون دو حكاية نتاع فلوس ومستوى مدمر. هاك بارك الله بالبيان بون فرونسي تقرا. قريت انت؟ نطالع نطالع ديما نطالع. شنو تقرا المطالعات اللي تقرا؟ نيمبورت كال ليفر بوكان نقرا لي. شنو مثلا اخر قراءاتك شنو هي؟ والله هي اللي يجي قدامي جنرال. تقرا اكثر من فرونسي ولا عربي؟ عربي وسوري جنرال، عربي وسوري وحاجه اقوى مني ونتعلم ديما نتشعب. تهتم بشنو؟ بالادب؟ باش تهتم؟ لا مش ادب، نحب الاختراعات، نحب حاجات سي تادير جو سوي اماتور دافيون فوالا، تو نعشق الحياه، كان الطيران نعشق. بالله؟ نشوف طياره كاين. سافرتش مره كنت في الطياره؟ لا لا ما سافرتش. تجري كتب؟ ليش هذوك البام التيكيت كل شاريهم؟ بالله؟ والله نتبع 1500 ذي حق شكارة الخبز. لا ذي قضيت قديم برشا، ما نزلت ما دخلتش الميدان تاع سبيل السعادة إلى النجاح. اكزاكتو. هو النجاح. والله. واحد ما يعرفش هذا حاجة يقرأ يوريه. شنو أكثر حلم في الدنيا ذي؟ في الوقت الحاضر نحب دار وجمل ركحة وكهو. ما تحبش تطير؟ لا شويه توا في الصحه ما عادش الصحه، جي لو فيرتيج ومعناها برشا حاجات.
فهمتك. كيف تو انت 40 سنه هنا شفت برشا عباد دخلوا برشا عباد خرجوا في الوكاله لا هنا ما جيت مركز كان في الحانوت لا لا معنى الوكاله اللي عايش فيها دخلوا فيها عباد ومشاو عباد تقعش مشاكل في وكالك هناك لا قبل الوقت اللي فيها فاميليات ياسر سمعارك ما تعرف الفاميليات ولا ولاد صغار وديما متعشرين يتعرفوا كل يوم غدوا يصبحوا يتكلموا كلها يصبحوا يتكلموا شكون يدفع الضوء والماء هنا ولا هي والله قبل مش مركز فيها كيفاش تمشي الامور توا كي ركزت معناها كل واحد يدفع الضوء نتاعو كل واحد عنده مقاله ولا كيفاش توا كيف انا مقصوصه المقاله هذيك وقع فيها اشكاليه نسلف من الجيران قاعد تفاهم بين ربطينا ثلاثه مع بعضنا هي من قالت المعلم عارفي الماء توفى فهمتني وقع فيها سو تفاهم قسوه دونك انت متسلف الترضى ومن برا معنجار وقاعد نشوف في خبز هذا بتاع شنو خبز وبلاستيك كل من الشهر عايش من الشهر عطيتهم كيفاش؟ البلاستيك حديد نمبورت ناخذ حاجه نصلحها ونبيعها يا سيدي سويت الدنيا ذي وانت ما شاء الله ولو انك ما تبينش عمرك 60 سنه شنو عطاتك؟ تعبتك الدنيا؟ في الوقت الحاضر شنو هي؟ وقت تعطي كونفيونس يعطيك العكس اوكي سا سو فوا معناتها ثقتي الانسان معناها بالماضي هذا اللي هو عارفك استغلك مده 40 سنه ولا قداش جلي بري بور مون فرير حسبته بابا مش عارف ما عطاكش حقوق لا ما حسش بيا جنب والله عندي باسبوري ضايع وهي تخدم مصاحبة واحدة تخدم في التقريب السكرتيرة نتاع محامي تعرف القانون وتعدى من ثاني نعرف الطفلة ذيك لكن هي ما نعرفهاش كي جات فجأة بريت نخطر بوبي ملاك ماهيش ملاك مش نقول لك توا كبرت شوية معناها كيما تشوف التصوير هذيك هكاو دخلت غادي ما خرجتش لتو تو ما حبيش تخرج كان جيت عندي في سرايا ما تهربش مني هي التوى معناها نحترمها ونعزها كي نشوفها يبدأ قلبي يضرب 120 مش حاجة غريبة حاجة إلى حد الآن وتعمل فيا وتجي ضدي وما تحسبنيش وحقرتني وديما نحبها ديما هي الوحيدة ما تنجمش واحد أخرى تشد بقاتها من المستحيل زيد في الليل رجعنا لنفس الوكالة المطر كانت تجبد وهي تصاور تتكلم وحدها من غدوة الصباح موعدنا كان مع لطفي اللي يسكن في الوكالة باش نكملوا معاه الحكاية قدي عمرك انت في 44 بارك الله معناها 44 سنة وحبيش تخرج من سمحني معناها البيت هذي اللي كل حفرة ايه وش مشي يعني شنو تمشي؟ ما نجمش تعمل دار؟ ما نجمش نعمل دار هل؟ صار لي أمور شوية مشاكل فهمتني وما عرستش برب فلك؟ لا عليه؟ حكيت الدار زاد ولا ولا هي مشكلة الدار يعني العرس كلها تو كلها المشكلة كلها مشكلة الدار أنا كنت نعرس لأنه محمد رسول الله ممكن شهر لي فيه قالتك ما نعرس بيك لما تكون عندك دار أنا زعليك ولاد مشاكل فهمتني وأنا مسكونش وكان وما مسكونش وكان وبيت وما ساعدنيش صارت مشاكل حصلوا حكاية هذي بس كدير هاي ما تفهم ناس كبير مش هاي روح طبعا أنت في خدمتك نحن صورناك في لطفي مش قادر تكري دار مثلا في الخدمة مجرد سؤال طبعا أكبر كان عمرك 44 من حقك تعمل عائلة وتجيب صغيرات قادر تشتكري نعرفش نسأل فيك انا هذاك علاش نحب نسألك لا سمع قال فيك بتكري 250 قولوا نعم 250 صحيح انا اخو في 450 مثلا في الشهر فهمتك انا ما يلزمنيش 450
طبعا اذا نحيت منهم 250 كلام ما بقالك شيء. يعني بيستقالك 200,000 يعني مصروف مصروف دارك. دارك بجيب صغير. يعني ما اش واحد في شكل الجنه. اللوكاله اللي نحن فيها وتو نحن في البيت الاولى اللي انت اصلا دخلتنا اللوكاله هذه انت اللي سهلت لنا العمليه ونحن نصوره. فيها حكايات وحكايات برش حكايات ما يراهمش العبد. اي ما يراهمش كلها شيء متخبي كلها متخبي. شيء متخبي لوكالات الكل هكا تو انت تعرف قد ايه لوكالات. ولا نجم تلقى وكيل على وكيل. وكيل على وكيل تقام قرب من ذاب وناس حب بعضها وناس هنا كانت قبل كان الحب هذايا الوكيل هذايا. خلطت على سبان انت؟ اي خلطت عليه. أنا صغير وبابا هنا فهمتي ويخرجوا يعملوا بيونس هنا في السوكالة هادي مخير يخدموا صباح ما ساعتين يرجعوا أمورهم ودنيتهم كانوا يخدموا الرافية والكناش اش معناها؟ منا ما عندي اخواتي ما يفهموش معناها كانوا اش معناها الرافية والكناش؟ الرافية هي الحلفة الحلفة ايوه يخدموا بهم الكراسي الرافية كراسي الرافية الزعف الزعف بالضبط ايوه الزعف هذاك فهمتي هذاك يخدموا به الكراسي من اخويا هذا بيه انا درنا في اللوكاله هذه في لطفي شطر البيوت ما عدها طاح كتنكه كتنكه واتعس طيبين ايه. بربي معناها فما ولاد صغار يرقدوا فما حتى انت يعني يجيك البلايه غافل يعني شنو هي الاحتياطات انا نقوم صباح نقول يا ربي نحمدك يا ربي غادي كا نقوم صباح نقول يا ربي نحمدك في حي في فرق قوم وحتى الساعة سهلة نحن على باب شتاء مثلا كيفاش باش تقعد هكا نحكي نشوف هذه في شتاء تقول ما نباتش فيها جملة تقطر ما نباتش فيها جملة ما نباتش فيها اللي تولي كحلة حسن مش شتاء سامحني انا مش نقول لك كلمة صعيبة شوية تو انت تخدم في بلاصة فيها المقلي وهنا فما نداء مشيتش مرة للطبيب على الروالة لكن ما تقلقش تبارك الله ان شاء الله مثل اللوح سامحني الواحد والله سامحني الطبيب ما مشيتلوش اها خاطر انت بين المقلي والنداء ما تعرف هذا يقلق راه لا يقلق وانت مش تعرف سنه معناها يزرع لك العرس خي ها باهي لوتي دونك بعد الثوره تبدلت حاجه ولا هي هي ولا ما ثوره جاب قالوا لنا تمشيو تاخذوا ورق من الولايه باهي عمرها ما تاخذ ورق وباش هذوك مجيو ها قداش عندهم ورق عندهم تو قرب عام واش مو فما شيء رجع لكم شحال قالوا رجعنا حتى واحد وما جا حكى لنا حتى واحد بعد جاونا شكون جاونا جماعة جماعة باب سوق النهضة جاوا هنا دخلوا صوروا ورجلوا شافوا جيران فهمتي حكاو معاهم شنو مشاكلكم قلت لهم انا مشكلتي راهي دار ما عندي حتى مشكل في حياتي نخدم ونصور وموري واضحة ما شاء الله فهمت راهي مشكلتي داخل منهم واحدة دخلت في غزة كي قلت لي شنو هي هذاك قلت له شنو هي شنو هي قلت له سقف قلت له قلت له كيفاش بشتي ريش ما نجي عم طلع في الشتاء وشو الحكايه هي بدا من قبل من عاد بورقيبه العاد الزين العاد هذا يعني حكايه هي عندك راهم يقدروا ما عندكش عندك شنو عندك الفلوس باش تمشي تجري وتشوف هذاك وتشوف هذاك وهذاك باش يقضي القاضي وهذاك الرشوه معناها كان علاش يا اخي لا ما تدري شيء في البلاد لا ما عاد شيء تبدل بحدا الوكالة هذه وكالة صغيرة أخرى وحكاية العائلة أخرى عام اليوم مرمى عندي زولاد وعندي زولاد أخرين من المرأة الأولى أربع صغار المكان اللي نسكن فيه هو قدام شوف البيت اللي سقف نتاعنا باش يطيح عايشين وكيما نقولوا فوق قدرة ربي عايشين تاخذ مرمى ناري 12,000 هذا كوش يا اختي 12,000 ناري وهذاك باش عايشين معناتها نقسموا فيهم 12,000 على قديش على الشهر باش تبادل بتقطرين ما حبوش يبدلونا يبدلونا قالوا ما تجيبي شهادة سكن شهادة سكنة لازم ورقة مي ولا ورقة ضوء ما عنديش ورقة مي ولا ضوء بس وانا هنا عندي اكثر من 15 سنة فيه عامل بلاج كني زوير راكدة هنا مش عبيد عامل بلاج لي باش ما يدخلوش ليا انا ومرتي ولادي بالليل دروجك تشوف فيه عندي الولاد الصغير طاح مرة الاخرى من هنا هبط حتى الاخرى الدروج
الولاد ذاك كبير أمه حبلة بيه طوير مات لي صغير وبقى صغير والدرو طلعان تاع الدروش. صدقني كانت عامين التالي كجرب على البيض أقسموا بالله يجربوها قد قد طوص يبدي دور قدامنا كما كاية نورمال ما يبدي يتعارك كما جربيها الكحول والبيض يبدي يتعارك تخصفهم في التطيس وتقطوس يقول لك كس يهرب يشد ثنيه ويمشي وهو تكلميه يبقى يخزر الله عطا مالك ولا يعني كان المرأة الأولى المطلقة تاخو في النفقة من الصندوق جيت نشوف نلقى روحي الصندوق تسني 13,650,000 شاكي بي 30 شكاية فهم؟ وليت المخلوع المخلوع ما عندوش 30 شكاية فهمتي؟ نخلص فيها كل شهر زاد عطي فيها في 100,000 دار الأولاد احنا عايشين استغفر الله يا رب يقول نموت ونحن نقول له خلنا نعيش. في الصباغين زوز وكيل واحدة كانت مركز شرطة والأخرى مدرسة ابتدائية وفي كل واحدة منهم أكثر من حكاية ونبدأوا مع خالتي السيدة ساكنة لهنا عندي 11 سنة هذا يا مكتب يسموه مكتب بن عبد الله عمري 73 سنة مولودة في تونس ونجري ونشكي وما لقيت حتى حل هذيك سبالة جامعية فيها تقريب 21-22 نفر اللي ما يعبيش ستل ماء ودباب زماء يقعد يحصل 21-22 عابد على سبالة واحدة وهيك مكسرة هذية تواليت تواليت هذية بالاسم فيها ثلاثة لكن ما ينجم يدخل لها كان واحد برك واحد يدخل ما ينجمش يسكر على روحه والباب ركايب وتبدأ البرا حشاكم التواليت كي يدخل واحد الاخرين يقعدوا يستنيوا يعني عذاب شيء نعانيوا فيه شيء كبير قلت مشيت للسبيطار ما مشيت للسبيطار هم يعالجوا فيا سبيطار العينين ايه. بعثتني للشرنيكول لطبيب القلب عملي ليكو وزاد عطاني تحليل اخر فعنده شك ما نعرفش فيش عطاني تحليل اخر في السبيطار الاعصاب نتاع الرابطه قاسوا لي على عيني عندي هدايا سقوط كامل انت تاخذ في 100 دينار تاع الدوله ايه. حاجه والله اشتغل خلص بها ضو ناكل بها تدفع ضو انت توا ناكل بها اش باش نعمل بها ما عندكش وليدات ما عنديش شنو اللي باش تعمل لي 100 دينار شعره في عين جمل الحمد لله هذاك ما عطاني ربي نحمد الله ديما نحمد الله الحمد لله ديما نقول بسلامتكم انتم الصغار توا حالتي تصلح ان شاء الله ايام عمري الاخرى نعديها في بيت حتى بيت بثلاثة متر وهذا كما طالبة مهم نخرج من هالتزويج هذا وما هالتعب هذا يا تعبت ياسر وليت بالدم لهنا وليت نعم ان شاء الله ان شاء الله تحسن الحمد لله الحمد لله تعبت شد في ربي شد في ربي 11 سنة وانا قاسي بالك فما ناس تو يطلوا علينا بالك شي قلبهم يحن ويحاول يعاون عاملة ومشتي على الشمع لين قلبي وجعني من ريحة الشمعة ونخاف البيت ظلام الشمعة تطفى وانا نشعل الأخرى لين قلبي غم عليا من دخان الشمعة الحمد لله ليه سمحني غير 100 دينار وفما حتى مساعدة أخرى شاي شاي الباب اللي ندزه مسكر البارح مشيت لوزارة الشؤون الاجتماعية ايه عاونوني قلت لها مع الدواء معمولكم الرب لقيت ناس برشا غاديك ما سمعك حد طلب طردوني خاصة جماعة وزارة الشؤون الاجتماعية ما سمعت حد سي عمار بالحرب الواحد قال لي تاخو بالملحة امشي روح اقلب وجهك عليا هكا قالك وزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية فما كان ولاية كمال يخدم شاوش يفرحوا ويستروا كمال ناس مليح مسكين كان كل واحد يجبدوا فعله ناس مليح يجري معايا كمال ماذا بيه
هذا الشاوش وزارة الشؤون الاجتماعية. اي شاوش. اما المسؤولين والوزير ودرجتو حتى شيء. هربوا البارح. هربوا. الدروج ياسر والبيبان ياسر وهربوا وخلاوا العباد هكاك تشعبط وتعيط كأنها ماهيش وزارة. ايش تحب قلب؟ قلت له انا حالة اجتماعية وجيت لوزارة الشؤون الاجتماعية. نمشي للولاية يقولوا لي امشي لوزارة الشؤون الاجتماعية، نمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية يطردوني. تبت ومليت وما عادش عندي حتى باب البارح والله حبيت نصب على روحي حاجه ومش عارف. نطفي عليك ما نقعدوش يا ربي. حرام. دميتني على قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نحبش الموت من تحرى. خاطر اكبر عذاب عند ربي هو الانتحار، انا ما نحبش ننتحر. اي. ما قاعده نموت عرق بعد عرق، الدوايه يوصل لي 250 دينار. دوايه ما فماش. هذا ما حب لي الله، اللي حبه لي ربي أنا قابلته. تعبت حياتي كلها تعب، ما فماش حاكم ما شكيتلوش برا تو نعيطولك. عام 88 عيط لي وزير الإسكان محمد علي بوليمان وأعطاني ورقة قال لي هيك توا قريب تاخذ دار وما فماش، يعطيه للناس اللي عنده بالرشوة بالتدخلات، اللي عنده كتاف يعيش في تونس واللي ما عندهش كتاف يا ناري عليه يا ناري. العبد الزوالي أرخص من ساعة شعير في شكارة، رخيص ياسر الزوالي. الدولة ما تفهمش الزوالي وتراعي ظروفه وتراعي حالاته. في السنترفيل نسكن بلاش ضو، في السنترفيل مشتية من غير ضو، ولاد حلال من غادي راجل يخدم مسكين عساس أعطاني الضو، ساكن من المكتب من غادي أعطاني الضو هو ومرته يرحم والديه، توا عنده 3 أشهر من اللي أعطاني الضو، ومن اللي سكنت وأنا بلاش ضو بلاش يضو. الشمع وجع لي قلبي في الليل، مبات نشعل في الشمع، الشمع وجع لي قلبي، ما عادش النجم ريحة الشمع. يلا اش نعمل اش نعمل، نقولوا ان شاء الله ربي يجيب بها الشباب، ان شاء الله ربي هالصغار هذوما ينقذونا، هو يعرف وش يعملوا معانا ويفهمونا. الروس الكبار ينحبوا على الكراسي، ينحبوا على البلايس، ينحبوا على الفلوس، وما هم عاملين حتى شيء للقليل. القليل مات، مات القليل. نقعد بالجمعة من طيبش ما قمش برعيني قسما بالله. كرهت الحليب، ناخذ باكل حليب كل مرة ناخذ منه كاس، شتني بالنهارين بثلاث نبدأ نعمل له هكا نشوف مازال فيه ولا باش يفرخ. كي باش يفرخ نخليهم الغدوة. هذيك الحياة معناها الوضع الكل مش مريحك انت حاجة. مش مريحني الكل مش مريح. هذه مش نومة الحجر هذا الحيوت اللي تطيح يحطوا اي خاطر كل مرة تطيح حاجة منه. وحتى الحديد طاح. اي طايح كل شيء طايح. كل شيء طايح. بتاع الميزان كل شيء وزليش في حالة تكسر. ليش بيك عمرها ما نعرفش قديش هالمبنى هذي. كانت مدرسة. بعد المدرسة ولت مساكن للعباد. أيوة. والأخرى كانت مركز، كان مركز شرطة هذاك. اللي يشير اللي فيها يعني. وين ساكنة هك ساكنة في مركز الشرطة تحب منها تحمي في الحومة الكل انت. مركز شرطة ساكنة في جيال ساعات نبدأ خايفة بتصدم علي البيت. نقول بالك شمية واحد فيها جيال هذا تو تقوم لي عبيد. قاموش نون تقول انت والعباد. تقوم لي عبيد. قاموشي مرة. لا لا ما الحمد لله. فاديهم ربي علي نشاهد ونتوحد. خايفين يقول لك واحدة ثورية كيف تنتي خافوا منها. ربي. ويوة. الحمد لله. كاو. لا بأس ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. بعد ما كان مركز ولا ما هو انت سكن. ليش يا رسول الله. بلادنا لا بأس عليها. من نهاية تونس لا بأس عليها. انا يعني الرا تونس
لاباس عليها واغنى بلاد، لكن جاوها ولاد الحرام فلسوها فلسوها ما خلوا لهاش. حسين اسمع، نتلقاو في المظاهرة الجاية. المظاهرة الجاية نتلقاو. نتلقاو، يلزمنا ثورة. لا أكيد. الشعب يريد ثورة من جديد. لينيا حاصل على يمك الحبس نتاع فرنسا؟ درتهم كل حبوسات كل درتهم. قل لي والله عندك فرنسا؟ كل فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا، كلهم. ما كنت شديت في اسبانيا، شديت في المغرب، في هولندا، في فرنسا، في تونس. زاد في تونس. معنا الحبوسات الكل يعرفوه. لا توا اخويا توا قبل قبل اي توا عرفت. لا توا لا لباس توا من عام 84 ما دخلتش حتى نهار بوشوش. الحمد لله على ملي جيت من فرنسا كهو رضت على روحك. رايد يزي في البركه رايد. طيب انك تعرس على توا اي ان شاء الله. ان شاء الله وين ان شاء الله نقدر نتعرس ان شاء الله. مهم شكل العرس الجماعي عرفته على هو سيدي. فكل يلموا لك رجال ونسالب شي عرس ويعملوا لهم عرس جماعي. علمت تمشيش انت؟ وي انا عطوني خل نمشي. تعال تحضر العرس ها ويسمعوا فيك توا ويجيبوك العرس الجماعي. اي ماذا بيا هاني انا في الصباغيه ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. اش تخدم توا هالايامات؟ هالايامات هذيا توا نصلح في طرف مسجلات، طرف واحد نعاون في واحد بناي، نعاون في واحد بناي ظهر. صافا معناها ماشي الامور هالايامات. فاش ماشي؟ هكا نروح ب 7000 او باهي. وأقل 7000 يعطيني مدلو سطل مدلو فوشة مدلو هكا تصلح الراديولات نصلح واحد في الخمسين يخطر واحد في الخمسين ها مسجلات راديولات نشري بالفيبر كان بقدش مش نبيعه بجارب 100000 كان يجيب لي 7000 8000 أو باهي والله العظيم ورسمي ربي مغروم بالكورة ولا شنو برشا كورة وبرشا انا خويا مغروم بالاسبيرونس نحب ياسر الاسبيرونس الدم نتاعي احمر وصف هكا واش باش نقول لك انا هذه قداش ديرك ما خدمتش عندها قضيه 3 ايام 4 ايام شو انا باهي ايام اللي تولدت بطه لا لا هذيك متاكد والله العظيم ما عمري في حياتي انا خدمت واش عندي نخدم قدام على بسرعه ما عندي شيء علي هلا غل مولود في الصباغين كيفاش تحبني انا لا تعرف تبيض لا تعرف تدهن هكا تصلح ماكينات هي هكاك ها القرب جد ساعات هكاك نبدا نباع ولا نباع كان خطفت خطفت ما خطفتش هاو كسر معناتها كان انا نجيب لك ماكينه نتايا ما نجيبها لكش نهرب على روحي لا لا كانت صلحت على كان صلحت صلحت ما صلحتش نقول لك هز بتاعك ايوا كي تفسدها لي شنو مشيت مشيت الله غال كيفاش باش نقول لك اعطيني اعطيني حقها ايه نقول لك اعطيني حقها كيف تفسد لي ماكينتي لا ما انا ما صلحلكش اخويا كيفاش انا ما صلحتش عليك هات بطل حاجه بتاع 5000 صحح حتى كنت تجيني خساره 5000 راه خليتك على رب ولا انت التعويض عندك ب 5000 تفوت ال 5000 اقول له نصلحها قداش تاخذ 7000 اكثر من حقها 2000 فرنك زياده يس والله العظيم هذاك هو والله وراك عملنا لك دعايه في التصاميم تو الناس تقول تجيب لك الماكينات لا 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 جيب لي هاوز نجم نسجل مروحه خيوط بتاع ضوء نجم نبيعو لها قدام شي يلي بالصف قدام الباب هنا ها باهي ولا لا رغم هذه الضحكه باهي راه باهي يرحم والديك بخير بخيرش من الضحك هكا ولا ها عليها خو اللي قدر ربي هذاك هو الضحكه باهي راه باهي بخيرش من الضحك وكالة من نوع آخر وحكايات من نوع آخر المرة هذه في التريبينال قريب النهج الباشا وزيارة خاصة جدا كيف جابونا الحاكم في جابونا الحاكم بلا جابونا ثلاثة تاع زيزات
3 تعزيزات وكل شيء كيفين الضعضعوا نتاع المكتب ورانا ترسينا نقعدوا هكاك نحن في الشوير عاين قد الماء حتى نقعدوا في البارك تريبونال نعملوا اعتصامات وكل شيء ونقعدوا له بغاديك وكاو كيخرجونا اش مازالنا مازلنا جمعتين وثلاثة كاو شي خرجونا انا راجلي ميت ومخلي لي زوج صغار ما خلاليش حتى كيما نقولوها شهريه باش نعيش بها انا وليداتي بسلامه حباب ربي نمشي نخدم معناها باش نلقط خبزه لولاداتي ما لقيت حتى وين معناها ما لقيت وين نسكت ما خدرتش باش نخلص حتى الكري فهمتني البيت وحده 200,000 منين باش تجيبهم من 200,000 ما نخلطش ما نكذبش عليك ربي سبحانه اللي نظن بالرحمه معناها وقت اللي اسمه جابنا باجي مامي باجي مامي قالنا هاو لهنا وكل واحد ومعناه الغلطة اللي نحنا ما تذكينيش عطانا حاجة ما يصير جمعيات تجيكم تشوف ما نكذبش عليه المهم جاو ليمات هذوما قبل وقت المكتب جاو جماعة معناها يرحم والديهم عاونوا الوليدات ولاد الخير ولاد الخير عانوا في الوليدات بالكراتب والمنادى والكل باقيها ما رينا حتى شهيرة لا رينا حتى شيء لا في عيد لا في مول لا في مولد لا في رمضان لا في حتى شيء مرينا شيء امنيتنا وحيده وخي شوفونا بنظره الرحمه حاجتنا بحد شيء ما حاجتناش بالماكله والشراب هو الانسان يقول لك قسمه يجي حتى ليدي اعطينا قبر الحياه باش نعيشوا فيه احنا وليداتنا نكلوا فيه بروسنا هذا كان حاجتنا حاشاك ابزر لها معناتك جرابع موجود ليدات الصغار جرابع موجوده حاشاك وحاش خضر حاش بنسمع الحنوسه موجوده معناتها حتى ليدي احنا كي نرقدوا في الليل صدقني العصا تبدو موجوده على الصغار نبداو نعصوا على الصغار هذا كل معناته ثورة على السارة ما عزوها ولا ضعفها حال احنا سبحان الله ما حتى واحد ما هو متوقع هنا اللي هو بش يسكن في المكتب حتى واحد في كاتب لنا بش نسكن هنا ظروف جابتنا هنا الله غالب أختي أنا قريت فيها أنا مولود هنا مولود هنا مولود 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 في الباك أنا دارنا دار بابا ولا المكتب بضبطاي ولا السور هذا بضبط دارنا ولا يتوليك شباكنا مولود فيها وقريت هنا خرمسي زمانية خرجت من هنا الأقسام كلها قريت فيها هذا القسم هذا قريت فيه هذا قريت فيه في الثالث قسم الثالث والله قسم الثالث والأولاني قسم الأول هذاك المرأة اللي عايشة بينا قسم الأول هذاك قريت فيه عند معلم اسمه سعلان وهذا قريت فيه قسم وفوق قريت قسم الخامس سيزيام والخامس فوق صعيب برشا دخلت الوقت دخلت المكتب بكيت بحق والله بكيت والله ما تصورش مكتب هكاك ما نعيش هناك ظروف حبتني هكاك وحدي عشت ما كنتش ما عايش شك انا كنت ما عايش حبت هكاك الدنيا حبت هو حبتني الدنيا هكاك ما في بليش نسكن في المكتب بليش بروحي ما وصلش هكا ما وصلش روحي هناك ما وصلش المجموعة اللي حولي هي مجموعة من المجموعة الكبيرة اللي يجي تقريبا 120 شخص يعيشوا فيها المدرسة هذه فيها المدرسة اللي ظروفها قاسية اللي ظروفها كما شفتوها سقوفات طايحة ما فماش أبسط ظروف المعيشة لإنسان كريم فيما بعد الثورة 120 شخص يستناو في حل عاجل كل التهديدات ضدهم ربما يخرجوا في شهر ديسمبر بناء على قرار القاضي وبعد ما نعرفوش وين مش يمشيوا وما نعرفش شنية الظروف اللي تنتظرهم كبار وصغار هذا كل ما عندنا اليوم في برنامج في الصميم حلقاتنا القادمة ستكون أيضا في غاية من الأهمية كونوا معنا دائما في الصميم